عندنا موقعين في بغداد، وهما عندنا منطقة النهروان اللي الآن اسمها منطقة علي الوردي، زي. اللي راح يكون بيها بحدود حوالي 30 العفو بحدود حوالي 60 ألف وحدة سكنية، زي. أو أرض سكنية. وعندنا منطقة معسكر طارق في أبو غريب أيضا بيها يعني بحدود 13 ألف وحدة سكنية، أرض سكنية. هذه راح تبلشون بها ابتداء؟ نعم نعم، هاي المرحلة الأولى اللي هي 338 ألف وحدة سكنية. نعم. طيب هنا عندك 36 ألف وهناك 13 ألف، يصير بحدود 49 ألف. يعني 40. لا لا، عندنا 60 ألف و13 ألف. إذن 73 ألف. نعم نعم. 73 ألف وحدة سكنية ستوزع ضمن في بغداد. هذا في بغداد بالمرحلة الأولى. بالمرحلة الأولى يعني في التقديم الأول ستستوعبون 73 ألف عائلة. نعم. صح. نعم صحيح. طيب متى سيبدأ المواطن بالاستلام؟ أنا قدمت. نعم. أنا وعائلتي قدمت. نعم. قلتوا أنت من ضمن مثلا أول 500 واحد. نعم. وين أروح؟ وزارة الإعمار والإسكان، لو تحددون أماكن أروح لها، لو شو أسوي؟ لا يعني أنت بعد ما تدخل على البوابة الإلكترونية وتعطي المعلومات، بعد فترة يمكن مو أكثر، يعني مو أكثر من أيام قليلة، راح تعرف أنت النقاط اللي جمعتها، وراح نختار احنا حسب الممكن من الاراضي سيتم توزيعها على الناس. يعني بلغتوني انك مستحق. نعم. انك مستحق ضمن الوجبة الاولى، سوينا. نعم. لك قرعة. نعم. بالتفاضل. نعم. النقاط واستلم، راح تروح استلم. نعم. بعدها وين اروح؟ تروح على المحافظة اللي انت مقدم من. راح اروح على محافظة بغداد. نعم. يعني مبنى المحافظة راح القى بي اسم. لا لا، راح تكون لجنة، عندنا الان لجنة مركزية بها من كل الهيئات او الدوائر الحكوميه. زي. المسؤوله على القضيه هاي يسموها. اذا راح تحددون في كل محافظه لجنه. نعم بالدعم الجنان. نعم. انا من استلم او يجيني اشعار ان لك ارض. نعم. اروح لهذه اللجنه. نعم. ينطوني عاده التفاصيل الاخرى، سند او اي شيء من. نعم. بعد التاكد من الوثائق اللي المعلومات. طبعا. نعم نعم. وهذه ما راح تطول فتره طويله. ابدا ما تطول، لان تعرف ان يعني نقاط عندنا نظام يعني قضيه يعني حلول رقميه، نعرف الكم جماعه، وعندنا الارض المتوفره نعرف في كل محافظه، فيصير الامور واضحه. نعم سمو هذا. دكتور عندي سؤال، يعني هسه كل اللي تفضلت به جميل، يعني هل العلاقه هذا يعني خاف منها الاربع اشهر للشهر العاشر وهاي القصه كلها توقف، يعني وراها احنا نبدي من جدة وجديد يعني وراء الانتخابات؟ يعني ليش يعني راح يمر بالانتخابات؟ الحكومة هاي قالت لا رئيس وزراء يرشح نفسه الانتخابات، ولا عنده أي يعني رغبة يزيد بالانتخابات. رجل يعني مو دفاع عنه أو دفاع عن الحكومة. الحكومة مو حكومة، يعني مو حكومة لها طموح انتخابي أو حتى تكسب الناس من خلال. أنا مقدر هذا، يعني تجاربنا السابقة للأسف يعني تخلي الناس عندها بعض الهواجس من هذا الموضوع. تعرف صارت عندنا حالات كثيره. صحيح. وزعت سندات ويعني، ولكن بعدين وراء الانتخابات كل شيء مصارع. السندات عباره عن اوراق ما لها لا معنى ولا لها اي شيء يسموه هذا. احنا لا، الموضوع الان حكومه تعتبر صحيح جتي لغرض مركزي مهم اللي هو قضيه الانتخابات وتوفير بيئه انتخابات، ولكن ايضا تفكر ب الإنجازات وإعلاء شأن المواطن وتوفير بعض يعني تحسين حياة العام.